في الحقيقة المبادرة هي في مراحلها الأولى، لا زالت كفكرة، ولكن نحن مجموعة من الناشطين ومن الشخصيات في الجزائر أطلقنا نداء من أجل كسر الحصار على سوريا والتحرك ميدانيا لوقف قانون قيصر الذي يهدف إلى تجويع الشعب السوري ومنع إعادة الإعمار في سوريا وبمعاقبة كل الكيانات التي يكون لها دور في هذا المجال وتتعامل مع سوريا ومع المؤسسات السورية. هذا القانون الجائر الذي جاء بخلفية واضحة لحماية الكيان الصهيوني في المنطقة ومحاربة أعدائه والتضييق على أعدائه والتضييق على محور المقاومة التي تعد سوريا ركيزة أساسية فيه، من واجبنا نحن كجزائريون في بلد المليون ونصف مليون شهيد أن نتصدى لمثل هذه المشاريع، لأن الشعب السوري دفع الكثير في أمنه، هجر وقتل وحرب، وهذه المرحلة يعني هي آخر طلقة من أجل يعني فناء الشعب السوري ومن أجل تجويعه أكثر. والواجب الإنساني يحتم على العرب جميعا وعلى كل الأحرار في العالم أن تقف ضد هذا القانون الجائر الذي يريد يعني محو سوريا تماما من الوجود ويتعسف في معاقبة السوريين. وعندما نتكلم عن سوريا نتكلم عن الشعب السوري الذي دفع الكثير لدى العشرية الماضية. طيب أستاذ بوسيافة، هذه المبادرة هل هي مبادرة رمزية بقصد كسر الحصار أم أنها مبادرة يمكن أن تتوسع لتكون فعلا فعالة في إيصال الغذاء؟ الاتصالات في الحقيقة الاتصالات جارية من قبل أصحاب المبادرة من أجل القيام بأعمال ميدانية على رأسها تقديم المساعدة إلى الشعب السوري من خلال تنظيم قوافل إنسانية لإمداد اللاجئين وإمداد الشعب السوري في المدن السورية وفي مناطق اللجوء. هذه كمرحلة أولى، ثم التحرك سياسيا وإعلانيا للوقوف ضد المؤامرات الجديدة وضد المحاولات الجديدة للتضييق على الشعب السوري. طيب كيف تلقون الاستجابة؟ يعني أنتم دعوتم إلى تشكيل لجنة عربية أفريقية، إذن هنا لا نتحدث فقط عن الجزائر، عن أي أشخاص من أي دول نتحدث؟ إلى أي مدى يمكن أن تتسع هذه المبادرة ومن فعلا استجاب لهذه المبادرة؟ لا أستطيع أن أسبق الأحداث لأن الاتصالات هي في مرحلتها الأولى، لكن أعتقد أن التجاوب في هذا الموضوع سيكون واسعا على مستوى الإفريقي وعلى المستوى العربي، لأن خلفية القانون واضحة ولا بد من تكتل عربي وإفريقي لأجل تقديم يد المساعدة للسوريين. يعني عموما الشخصيات الثقيلة جدا الموجودة في المبادرة مثل الرائد الأخضر برقعة وهو أحد قادة ثورة التحرير الجزائرية، وكذلك المجاهدة جميلة بوحيرت وهي أحد رموز التحرر العربي في ضمن هذه المبادرة، وهناك الكثير من الشخصيات الجزائرية التي تنشط ضمن فضاءات عربية وإفريقية ولديها شبكة اتصالات في العالم العربي. بإمكانها أن تكون أو أن تبلور مبادرة ملموسة على المستوى العربي والإفريقي، سيكون لها أثارها الإيجابية إن شاء الله في أولا صنع رأي عام مناهض لهذا التوجه الصهيوني المتصهين في المنطقة الذي تعززه دول عربية في المنطقة أعلنت العمالة وأعلنت التعاون مع إسرائيل والتطبيع مع الكيان الصهيوني. لا بد من التحرك شعبيا وجماهيريا لأجل الوقوف في وجه هذا المشروع، ولاحظنا كيف يريدون الضغط على سوريا من أجل الوقوف إلى جانب صفقة القرن. يعني خلفية المشروع هي خلفية سياسية بامتياز، يريدون خلق سوريا، يريدون الحيلولة دون رجوعها إلى المجتمع الدولي إلى التأثير العربي. لذلك لا بد من عمل ميداني جماهيري إعلامي توعوي من أجل الوقوف في وجه هذا المشروع.